السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود ريتم. إيه حكاية يا دكتور العلبة اللي فيها قرصين بتاعة الفطام؟ ياريت تتابعوا الفيديو لغاية الآخر عشان تعرفوا كل المعلومات عن العلبة اللي فيها قرصين اللي بتنشف اللبن أو بتاعة الفطام. بداية كده، العلبة اللي فيها قرصين زي الدوستينكس وزي النوستيفكس وزي الهايبولاكت، ودي فيها المادة الفعالة كابيرجولين، والمادة دي بتحاكي عمل هرمون الدوبامين وبتقلل من إفراز اللبن، عشان كده بتستخدم في الفطام تحت إشراف طبي، وجرعتها الواحدة عايزة تفطم ابنها نص قرص كل 12 ساعة بعد الأكل لمدة يومين. طب يا دكتور لو حصل إجهاض وعايز اوقف اللبن اللي ممكن ينزل، ساعتها بيبقى بعد الاجهاض الدكتور بيوصف قرصين مع بعض جرعة واحدة مرة واحدة بس. طيب يا دكتور لو في مشاكل في الانجاب ونتيجة ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين، جرعتها بتكون ازاي؟ الجرعة هنا بتكون تحت اشراف الطبيب المختص، لكن في الغالب بتبقى نص قرص كل 3 ايام، يعني مثلا الاثنين والخميس او السبت والثلاث، وممكن الطبيب يزود الجرعة حسب الحالة. طيب الأقراص دي يا دكتور أعراضها الجانبية إيه؟ أعراضها الجانبية بكل بساطة ممكن تعمل صداع، ممكن تعمل دوخة، ممكن تعمل انخفاض في مستويات ضغط الدم، ممكن تعمل ميل القيء والغثيان وتعب بسيط في المعدة. طيب الأقراص دي يا دكتور فعالة في الفطام؟ يا فعلا فعالة في الفطام ومتميزة جدا، ويعتبر الجيل الحديث في الفطام وتنشيف اللبن. طيب الأقراص دي يا دكتور أسعارها إيه؟ حاسب لكم أسعارها في صندوق الوصف، هتعرفوا كل الأسعار بتاعة الدوستينكس والهايبولاكت والنوسفيتكس. يعني في الغالب الدوستينكس سعره عامل 91 جنيه، والهايبولاكت 36 جنيه، والنوستيفكس 35 جنيه، ولكن الأسعار قابلة للتغيير. وزي ما قلنا إن في تحذير مهم جدا للمادة الفعالة الكابيرجولين، إنها ما تستخدمش للأشخاص اللي عندهم مشاكل وظيفية في صمامات القلب إلا تحت إشراف الطبيب المختص. كمان الأقراص اللي فيها المادة الفعالة كابيرجولين ممكن تستعمل للرجال اللي هم عندهم زيادة في مستوى هرمون البرولاكتين أو هرمون اللبن في الدم، وده برضو تحت إشراف الطبيب المختص. يا رب أكون أفدتكم أفضل المعلومات وأحدث المعلومات عن المادة الفعالة كبرجولين أو العلبة اللي فيها قرصين. سلام عليكم.